السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر كده ما يتفوتش، الزمالك اختار احمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم. حرفيا الخبر ده اسعدني جدا 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 جدا، لانه بيؤكد على ان الزمالك يعني في طريقي الى مزيد من الانهيار. احمد حسام ميدو واحد من افشل المدربين اللي موجودين في مصر بمنتهى الامانة، يعني سيبك من انه عالمي وكام الفرق اللي بيتابع عليه من ساعة ما عرفناه، لكن انتوا عارفين رأيي في احمد حسام. احمد حسام واحد من افشل المدربين اللي ممكن يجوا في اي مكان. فالحقيقة انا سعيد جدا بالخبر ده. طبعا انا عارف امبارح ما كلمتش عن ماتش الاهلي وما كلمتش عن اي حاجة، انا بصراحة مستني لما اشوف النهارده نتيجة الهلال وصن داونز، وبناء عليها هنشوف هنقول ايه، لانه مباراة القطن زي ما قلنا فرقة النادي الاهلي كنت متعشم انهم يلعبوا باداء جدي واداء محترم، وده عملوه وده يحسب ليهم طبعا. لكن بقية القصة، بقية الحدوتة، بقية الرواية جزء كبير جدا منها مبني على مباراة صن داونز والهلال، اللي بناء عليها هنحدد احنا عايزين ايه من ماتش الهلال. ده اللي ممكن اقوله قبل لقائنا النهاردة ان شاء الله مساء. هنعلق بقى على الاهلي ونقول ايه المطلوب ان شاء الله. ممكن يبقى في لايف كويس النهارده بالليل باذن الله، دعواتكم كده الواحد يكون بصحته ويقدر يطلع النهارده ويعبر عن مكنون نفسه المتعلق بالنادي الاهلي. طبعا بشكر اللعيبه جدا امبارح، والاداء امبارح كان مميز بصراحه، يعني بطريقه عظيمه جدا، بغض النظر انك انت بتلعب القطن الكاميروني اللي هو الفريق الفقير فنيا، لكن برضه في النهايه بتلعب بره ارضك وبعد ازمه كبيره، بترد رد معقول ومناسب. لكن دع لكل حدث حديث، هنتكلم عن ده ان شاء الله بكره باذن الله. بس كده، شكرا، سلام عليكم.